كاينه نقطه مهمه واساسيه ورئيسيه وكانت عقده داخل وزان هو المجمع ديال الصناعه التقليديه اللي كانت فيه واحد العدد ديال المشاكل. فاحنا اول مره مع الساده المنتخبين ديال وزان جلسنا مع السيد العامل حطينا جدول عمل في ثلاث نقط، المعرض الجهوي اربع نقط، المعرض الجهوي وفتح المحلات ديال المجمع الصناعه التقليديه. كاين واحد الاليات او مطاريه اللي كانت داتو الغرفه ديال القنيطره، كاينه تقريبا هنايا واحد 70 مليون، بقى 110 مليون ذات قنيطره. حنا اتصلنا بالوزاره على اساس هذاك المطاريه غادي تجي لهنا باش ندير واحده انتاجيه ديال الغزل في مدينه وزان. كذلك عندنا كنا تنتظروا الوزير راه وعدنا غادي يجي، بغينا نعملوا مركز ديال التكوين المهني متعدد الاختصاصات في قطاع الصناعه التقليديه باش يمكن يمصنا العطاله او البطاله. بالنسبه للعالم القراوي الشباب اللي باش عندهم في الحزب الدراسه يدخلوا هذا المعهد، لان المعهد غادي يكون معهد كبير، كاين ثلاثه المعاهد المغرب، كاين واحد في كناس وكاين واحد في تطوان عملناها في تطوان وكاين واحد في سلا. حنا بغينا هنا يبدا معهد ديال الصناعه التقليديه، لان هذه المدينه كانت مدينه ديال الصناعه التقليديه وبعض الحرف القاردات، وحنا بغينا نجيبوا هذا المعهد باش نحافظوا على قطاع الصناعه التقليديه اللي مدينه وزان لان هي مدينه تراثيه.